حياة الماء، حياة الحمراء في هذا الدرع. شوف، لكن واجهتهم مشكلة ثانية، يبغون ماء عذب زلال، والماء ذا يجي فيه شوائب. ايش يسوون؟ انا اقول لكم ايش يسوون. استخدموا الرياضيات، والان جاء دور الفيزياء. ايش سووا؟ عملوا هذه الفجوات في الدرج عشان الماء يهبط فيها ويخف اندفاعه، فتنزل الشوائب في الاسفل. الشوائب هنا موجودة في الاسفل، فيطلع الماء عذب زلال الى قصور الحمراء. وهنا كان في شبك يلطفونه كل فترة. ما قلت لكم قصر الحمراء أجمل قصور العالم.